السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناة ست البيت. النهاردة هنعمل طريقتين للسمك البلطي، سمك بلطي مقلي وسمك بلطي في الفرن. الأول هنتتبيله تتبيلة واحدة، نجيب معلقتين كبار ثوم مفروم ونص معلقة كبيرة ملح ونص معلقة كبيرة كمون ومعلقة خل، ليمونتين كبار، طبعا احنا جايبين السمك ومنضفينه وغسلينه، وبفتح السمك من فوق عشان خاطر عند البطن كده، عشان خاطر يبقى ايه بالسكينة حتة عشان خاطر يبقى يخش فيه الخلطة، ولما يجي يستوي يستوي كويس. نقلبهم كويس، ايه دي كده الفتحة اللي انا بقول عليه، فتحها حتة بالسكينة من هنا ومن هنا عشان خاطر يخش فيه الخلطة وتبقى متحدق. هنحاول ندخل هنا كده ونخلي التتبيلة برضو من بره عليه كده عشان خاطر ايه تحدقه. وهنعمل الباقي نفس الطريقة، وهنسيبهم في التتبيلة ساعتين، وبعد كده هنبدأ نحطهم في الدقيق، هنشوف مع بعض وهنقليهم. ودلوقتي بقى ده كده البولتي المقلي، هنعمل البولتي اللي في الفرن نفس التتبيلة والدقيق وهنقليه، بس هنروح مع بعض دلوقتي نعمل الصلصة بتاعته عشان خاطر لما نقليه نحط الاتنين على بعض. يلا بينا. ودلوقتي هنعمل المرحلة التانية للسمك البقلي. ودلوقتي هنعمل المرحلة الثانية من السمك البلطي اللي هو هيبقى في الفرن، احنا تبلناه وهنعمله في الدقيق والزيت. دي كده اول مرحلة ليه. المرحلة الثانية هنجيب الحلة هنسخنها شوية وهنحط عليها شوية زيت، وبعد كده هننزل بصلاية كبيرة متقطعة حتت صغيرة، هنخليها تدبل بس، وبعد كده نحط عصير الطماطم. السمك ده اسمه صيادية الطريقة دي. احنا بنسخن الحلة الاول شوية عشان خاطر لما نحط الزيت والبصل تبقى سخنة ما تاخدش معانا وقت. بدأت هي البصلة تدبل معانا وهنبدأ ننزل عصير الطماطم، لا سوري، الأول هنحط الكزبرة الناشفة.
البصلة اصفرت هنحط نص معلقة كزبرة ناشفة، هنخليها تاخد معاها تقليبة كده. بعد كده هننزل عصير الطماطم، ده حوالي لتر، وهنحط الملح نص معلقة والكمون نص معلقة، وهنخليها تاخد غلوة، مش هنخليها تقيلة قوي عشان لسه هنحطها في الفرن، يعني نص تسبيكة كده تاخد غلوة. وبعد كده هنبدأ نقل السمك ونرصه على بعض، هنشوف مع بعض. دلوقتي احنا ثبينا السمك وسبناه ساعتين في التتبيلة بتاعته، هنبدأ نحطه في الدقيق. واحنا دلوقتي حاطين الزيت على النار يسخن عشان اول لما نخلص الدقيق هنقليه. دلوقتي كده احنا هنعمل نوعين من السمك، البولتي المقلي والبولتي بالصلصة في الفرن اللي هي الصيادين. البولتي طبعا المقلي لغاية الدقيق كده هنقليه في الزيت وكده خلاص. الصيادية بعد لما نقليه هنحط عليها الصلصة اللي عملناها وهنحطه في الفرن حوالي تلت ساعة. دلوقتي احنا قلينا السمك بتاعنا وعملنا الصلصة وخلاص طفينا عليها، وهنجيب صينية دلوقتي هنحط عليها سوري هنحط فيها كبشتين صلصة كده. بصي الصلصة يا جماعة ولا تقيلة ولا خفيفة، وسط عشان لسه هتحط في الفرن، وهنحط فيها السمك اللي احنا قليناه. وهنحط بقية الصلصة من فوق عشان السمك يتشرب الصلصة. وهنبدأ نحطها دلوقتي في الفرن. ودلوقتي يا جماعة ده البولتي المقلي والبولتي اللي بالصلصة في الفرن الصيادية، وعملنا معاه سلطة ورز، وطريقة الرز هتلاقيها في الفيديوهات ان شاء الله. يا رب تكون النهارده اكلتنا عجبتكم، وبالهنا والشفا.